الخضره غاليه شويه غاليه، ولكن اصحابي راه بسيف الغازوال راه كلشي بالترونسبور، كلشي بالترونسبور. السوريزه صاحبي 240، تفاح ب 300، وكلشي ب 300 بزاف 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 بزاف. الدرويش ما عندوش فيه الحوت، راه داير هنا، داير هنا 100 درهم 90 درهم صاحبي، مازال على برا داير 1700 في الديونه في الدروه، هنا راه ما كاينه 90 100 درهم. ما كذبش الناس عايشين بالسرديل بالحوش كيهبطوا المرصه، اما الدجاج وداك الشيء راه الطبقه المتوسطه هي اللي كتاكل الدجاج والحوت سان بير. وفي الخضره، الخضره راه شارك عارف، البطاطا والبطاطا وخايز الزو البطاطا وغلاص الفرنك زعما الا كانوا الفلوس ما كانش القطنيات الروزو اللوبيا وكذا غاليه بزاف اخويا، ما كاين اللي يتغدى ما كيتعشاش. والله وخلاصة القول إن لله وإنا إليه راجعون. المغاربة مساكن صابرين ودراوش أخويا الزوين، على الصابرين على قبل والدينا فهمشيني، وبنادم إلا كان غير راعي راعي للوالدين فهمشيني. ود المهم يمشي، حنا راه مغاربة وكنبغيو بلادنا، قولوا لدوك اللي حاكمين هاد البلاد يشوفوا فينا، يشوفوا فينا يخدمونا يتعاونوا معانا. حنا يا شباب قادرين نخدموا، قادرين نبنيو هاد البلاد هادي عاوتاني نبنيو. ما نكذبش عليك انا اخ نوش، غنقول الصراحه اخ نوش تقنا فيه وغدرنا، وحنا امام الله غنتلاقاو. غالي كلشي غالي، السوق كله غالي، كتقدا بزاف منك. بحال كنا كنشوفو جوج كيلو ديال البطاطا، ويتي على الاقل كتدخل غير نص كيلو ديال البطاطا. ضروري حنا الدراري كيبغيو البطاطا، بحال ما نكذبش عليك مابقاوش كنوصلو. ملي كتسولي كتلقاه غالي، والله ما بقينا كنوصلو. مقابلنا ما ناكلو والله، راه حنا معدين وصافي والله. كتشري حاجه رخيصه تكالي بها وصافي. كنا كناكلو كاع المخيره صاحبي في واحد الوقت ايامات البركه. الساعه ما بقى خويا ما تاكل دابا، البطاطا هي الاخرى صاحبي ب 260 ريال. بزاف اخويا، باش تشري كيلو كتشري جوج بطاطا دابا، ولا بغى يبيعهم لك حتى هو مسكين جايبها من السوق غاليه. المعيشه اخويا صعابه والله. اللحم اخويا راه وصل لواحد الثمن، راه ما بقيتيش شاوة تشوفو صافي. 2000 كتسمع 2000 ريال، كان كيلو ب 40 درهم 1000 ريال كنا كنقولو مرحبا كتاكل مخيره. ومن يقول لي 90 درهم 100 درهم اخويا، وحنا الصالير كنشدوه اخويا ضعيف، ما زادوناش حتى في الخلصه. كتشد 46000 50 اصاحبي، واش غتشري غتصرف كل نهار 100 درهم 150؟ ما تقدش. اثمنه راك عارف القضيه، السوق راه طالع، الانسان دريوش مسكين ما عنده ما يشري. الحق هو هذا، الانسان ما كيصورش واحد يعني واحد القدر، واحد القدر عالي، ما يقدرش يعيش في الدار البيضاء. الخضره كل شيء راه اي واحد عارف غالي، راه كل شيء غالي، الدريوش مسكين ما عنده ما يشري. اللحم غالي، الحوت ما يشريش الدريوش، الدجاج تا هو راه غالي. على ما ظهر ليا راه كل شيء سخون.